السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نشرح حدث نادر، ألا وهو طقوس كارواك أو طقوس كاروك مثل ما هم مسمينه في اللعبة. طيب، هذا أحد أفضل الأحداث المفضلة عندي وعند الكثير من اللاعبين، ومهم جدا كذلك للاعبين من تصنيف pay to win قبل ما يكونون free to play. أوكي، طيب ليش قلت هذا الكلام؟ الحين راح نعرف مع بعض. خلونا ننطلق ونقول بسم الله. حدث طقوس كاروك مستمر لمدة 4 أيام، فعندك الوقت الكافي لإنهاء جميع المستويات. أبدا خذ راحتك بالكامل، مزمز على المستويات بدون أي ضغوطات، لا تستهلك نقاط الحرب ووفرها لأحداث أخرى. خلك ذكي وتعامل مع الحدث بذكاء، وراح نعطيك نصائح إن شاء الله. بس خليني أشرح لك المراحل. عندنا 5 مراحل في طقوس كاروك، بداية من سهل، عادي، صعب، كابوس، وجحيم. الأربعة راح يكونون مقفلين بهذا الشكل، لكن راح تبدأ في مرحلة سهل. علشان تفتح مرحلة عادي لازم تنهي جميع مستويات مرحلة سهل، فإذا انتهيت من مرحلة سهل بالكامل راح يفتح عندك مرحلة عادي. في هنا سؤال، هل أقدر ألعب مرحلة عادي هذه مباشرة بعد ما أنتهي من سهل؟ أبدا ما راح تقدر تلعب، لأنك تضطر تنتظر عودة الحدث من جديد حتى يمديك تلعب مستويات مرحلة عادي. وهكذا تخلص مستويات مرحلة عادي يفتح عندك صعب. متى تلعب مستويات صعب؟ تنتظر من جديد حتى يعود وتلعب مستويات صعب، وهكذا. أتمنى أن الفكرة وصلت الآن. حلو. في كل مرحلة 50 مستوى، يعني آخر مستوى اللي هو 50. كل 10 مستويات راح تقابل زعيم، لما تهزم هذا الزعيم يعطيك مكافآت. تمام؟ واضحة يعني، ما يبغى لها أكثر من كذا. فكل مرحلة بعد لما توصل المستوى 50، يعني تخلص كل المستويات عندهم، يعطيك مكافآت بهذا الشكل. آخر مستوى من السهل يعطيك هذه المكافآت، عند العادي يعطيك 5 تماثيل ذهبية. وشوف التسريعات، شوف نقاط الخبرة والنجوم. فإذا تبغى تسوي كابتشر أنت حر، هذا شيء راجع لك. فهذه هي الجوائز لكل مرحلة. إيجابيات وسلبيات طقوس كاروك. طبعا من الإيجابيات أنها فرصة لرفع مستوى القادة، فرصة للحصول على التماثيل الذهبية، وفرصة للحصول على مكافآت قوية. ولكن السلبية الوحيدة هي استهلاكك لنقاط الحرب. لكن اسمع معي زين، تقدر تقلل من هذه السلبية إذا اتبعت بعض النصائح الهامة. خلونا نشوف. طبعا أخونا سوبر بيدا يعطيه العافية، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح. عندنا النصيحة الأولى يقول لك فيها استخدم خاصية زيادة سعة الجيش بالضبط، علشان الجيش ما يطيح بسرعة أو المسيرة ما تنتهي بسرعة وتصمد لفترة أطول. استخدم حرف استعادة نقاط حرب أو حرف الهجوم أو الدفاع، هذه أحد العوامل اللي تساعدك. استخدم زيادة قوة الهجوم أو الدفاع بنسبة 5%، جدا ممتاز. أطلق استكشاف تجاه علم ما لتكتسب زيادة في قوة الهجوم. الآن راح أوريكم كيف هذه الطريقة، لكن خلونا نشوف النصيحة الأخيرة. يقول لك أطلق حشد أو استعن بحشد عندما تصل لمستويات عالية. طبعا هذا راجع لوضعك بالكامل، أنت تقيم نفسك كيف. غالبا آخر 10 مستويات تكون صعبة، فيستعينون بالحشود بهذا الشكل. وخلونا الحين نروح للمقطع حق الاستكشاف ونشوف الطريقة كيف. لاحظ معي هنا في علم، تمام؟ طبعا هذا علم التحالف الفرعي لنا. فالآن أبغى أكتسب زيادة في قوة الهجوم، فأسوي استكشاف بهذا الشكل. استكشاف، اقرأ هنا معي، سيزداد هجوم القوات بواسطة 3%، يعني بنسبة 3%. فأطلق استكشاف، ثم ماذا؟ أسترجع على طول، أكنسل الاستكشاف، ما أخليه يروح. لاحظ فوق معي وش صار، اكتسبت زيادة قوة الهجوم لمدة
ربع ساعة، فهمت؟ بهذا الشكل. والآن خلونا نبدأ هذا الحدث. الآن هذه هي، بيكون هذا الشكل. طبعا اخترت مستوى الجحيم أو مرحلة الجحيم، فبيكون عندك تحدي فردي وتحدي للتحالف. طبعا خليني أشرح التحالف علشان نخلص منها. فالفردي معناه أنه شخصي لك، أما التحالف لا، التحالف له متطلبات. علشان تقاتل هذا الزعيم يجب أن يكون أعضاء التحالف على الأقل 15 عضو وصلوا إلى مستوى عادي أو تعدوا صعوبة العادي حتى يكون هذا متاح لكم. وكل زعيم له متطلبات بهذا الشكل: 20 عضو على الأقل أكملوا تحدي مرحلة صعب. وبهذا الشكل أنت اقرأ المتطلبات بحيث تفهم إيش اللي مطلوب حتى تفتح هذا الزعيم وتقاتلون كلكم كتحالف كامل. فهذه هي جوائز الزعماء، وهذا آخر زعيم موجود في طقوس كارواك. طبعا أنا أذكر هذا والله صعب، يعني يبغى له تنسيق، هذا الحال يبغى له تنسيق في الضربات، فما بالك باللي بعده. ممتاز، نرجع للفردي الآن ونطلق. طبعا خليني أوريكم حاجة هنا. عندنا أول شيء خلينا نشوف الكنز الغامض اللي هي الجوائز. أنا الحين واقف عند مستوى 12، بمعنى أنه إذا ما كملت راح أتحصل على هذه الجوائز اللي قدامك، فهمت؟ يعني مع نهاية الحدث راح أخذ هذه الجوائز اللي وقفت عندها. فآخر مستوى دائما اسعى للمستوى 50، ما هي صعبة ترى، سهلة جدا. أول كانت 100 مستوى وكانت معاناة، فلاحظ مستوى 50 إيش اللي يعطيك. وحاليا راح أقاتل مستوى 13، فنبدأ الآن ونقول بسم الله. ظهر قدامي، طبعا أنا ما استخدمت الوسائل إلى الآن لكن أبوريك الفكرة. بس عندك تقدر تهجم لحالك، تقدر تسوي حشد، يعني إذا ما قدرت عليه تقدر تطلب مساعدة من أحد اللي موجودين عندك بالتحالف أنه يسوي حشد على اللي ما قدرت عليه، فهمت؟ ففي ثلاث خيارات، أنت دائما جرب تقاتل لوحدك بحيث أنه شوف تقدر ولا ما تقدر. فراح أطلق عليه حاليا لوهار حتى أرفع مستوى مونديوك الكوري. أنا أبغى أرفع مستواه الآن. لاحظ معي الآن ما في نقاط حرب، الاستدعاء يستهلك نقاط حرب وكذلك القتال يستهلك نقاط حرب، وهكذا مع كل استدعاء تستهلك 100 نقطة حرب. ممتاز، بعد ما انتهى القتال خلونا نشوف التقرير الآن. وهذه هي رفع مستوى القائد الثاني. استخدم لوهار إذا كنت تبغى ترفع مستوى قائد معين عندك بهذا الشكل. الآن راح نستعرض القتال ضد زعيم بعد كل 10 مستويات. مثل ما هو واضح يطلع لك بين قوسين النخبة. طبعا النخبة معناه هذا راح تقاتل أنت الزعيم الآن. فخلونا نشوف الزعيم هذا اللي راح نقاتله وش راح يعطينا بعد ما نهزمه الآن. نطلق مسيرة واحدة، لكن في سؤال هنا: هل تضمن أنه مسيرة واحدة قادرة على هزيمة الزعيم هذا أو لا؟ إذا ما أنت ضامن معناه في مخاطرة عالية، لذلك أنا مضطر الآن أضيف مسيرة ثانية. أنت تقدر تضيف عدد كبير من المسيرات إلى 5 مسيرات، لكن أنت تبغى بعد توفر نقاط الحرب. بس في حالة القتال ضد الزعيم لا، يختلف الوضع هنا، لازم تطلع مسيرتين على الأقل على حسب مستوى الصعوبة طبعا. فبهذا الشكل يستمر القتال. ممتاز، الآن نشوف التقارير. أوكي، بيلاقس بيلاساريوس 40,000 ونصف من الخبرة، لوهار ومونديوك 67,000 ونصف من الخبرة. ممتاز، جدا جميل. وهذه هي المكافآت بعد قتالك لكل زعيم بعد كل 10 مستويات. طبعا راح تحصل على هذه المكافآت.
نجمع الآن. وهذا هو يا شباب، احرصوا تماما على استغلال هذا الحدث. عندك 4 أيام، مدة كافية جدا جدا. قبل كانت 100 مستوى، يلا تعال حلها عاد. انت تشيل هم الوقت ولا تشيل هم نقاط الحرب اللي عندك؟ يعني ما تدري صراحة وين يروح تفكيرك معه بالضبط. كنت احيانا اضطر اني العب كابوس، ما العب مرحلة جحيم بسبب نقاط الحرب، للأمانة كنت اعاني معها معاناة. طبعا في شيء اسمه ساعدونا، اللي هي يطلع لك هنا مساعدة، ساعدني، بمعنى تعال حط حشد أو شاركني في حشد، يعني بهذا الشكل. ممتاز والله الشباب دعسين الله يعطيهم العافية، ما شاء الله تبارك الله عليهم. طيب إيش في بعد؟ فمثل ما انتم شايفين حاليا أنا أحتاج تقريبا 6 ساعات حتى أسترجع نقاط الحرب هذه بالكامل، ما ورا شيء ابدا. اباخذ راحتي زي ما ابغى، عندي حرب الممالك وفي احداث مهمه جدا لازم اني ما استعجل وما احرك نقاط الحرب عليها. طبعا في نصيحه البيده ممتازه جدا يقول لك لا تطلق الزعيم الا في اخر يوم من الحدث، بحيث ان الكل يكونون وصلوا للمستوى 50 وما يشيلون هم الان الا قتال الزعيم. تمام، يعني اخر يوم تقدر تطلق الزعيم، فهمت؟ بحيث ان الكل يكون ماخذ راحته وجاهزين للحدث اللي بعده. هذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.